أهلا بكم مشاهدينا في جولتنا الإخبارية الحياة الآن، نستهلها بالعناوين. إحالة محمد بديع مرشد الإخوان و683 آخرين للجنايات لاتهامهم بالتحريض على العنف وحرق الكنائس في المنيا. قاضي تحقيق في قضية التنصت على مكتب النائب العام يقرر إيقاف طلعت عبد الله ومساعده وإحالتهم لمجلس تأديب في جلسة 29 مارس. شلل مروري بالقاهرة الكبرى بسبب إضراب هيئة النقل العام والجيش يدرس الدفع بأوتوبيساته لمواجهة الأزمة. أهلا بكم إلى التفاصيل. التقى الرئيس عدلي منصور اليوم بمقر رئاسة الجمهورية بسيا بونغا كويلي وزير أمن الدولة بجمهورية جنوب أفريقيا مبعوثا شخصيا من جايكوب زوما رئيس جمهورية جنوب أفريقيا. تضمنت المباحثات مساندة جنوب أفريقيا لمصر في المرحلة الانتقالية وفي حربها ضد الإرهاب وتطلع جنوب أفريقيا لاستعادة مصر لوضعيتها المستحقة على الصعيدين الإقليمي والدولي. وأكد المبعوث الجنوب أفريقي حرص جنوب أفريقيا على تقديم الدعم والمساندة لمصر لإنجاز هذه المرحلة الانتقالية. وقد استعرض الرئيس عدلي منصور أثناء اللقاء التقدم المحرز في تنفيذ خارطة المستقبل عقب إقرار الدستور، وأكد على أن الدور المصري في دعم نضال حزب المؤتمر الوطني الجنوب أفريقي ضد نظام الفصل العنصري ودعم مصل حركات التحرر في كافة ربع أفريقيا ووقوفها دائما إلى جانب الشعوب الأفريقية الشقيقة. قال سفير بدر عبد العاطي المتحدث باسم وزارة الخارجية إن نبيل فهمي وزير الخارجية واصل جولته في عدد من دول حوض النيل وبدأ اليوم زيارته للكونغو عقب قيامه بزيارة لتنزانيا اختتمها مساء أمس بمقابلة الرئيس التنزاني. وقام فهمي خلال المقابلة بتسليم الرئيس رسالة من الرئيس عدلي منصور تتعلق برؤية مصر لتعزيز وتطوير علاقاتها الثنائية مع تنزانيا في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والعسكرية. السفير رؤوف سعد المبعوث الرئاسي السابق لأفريقيا، أهلا بك سعادة السفير. أهلا مساء الخير. تحركات دبلوماسية حثيثة النهاردة على المستوى المصري الأفريقي، كيف تقرأها؟ أشكرك على أنك تقول تقرأها، لأنه هذا الأمر بيعتمد طبعا على معلومات محددة لا أمتلكها الآن، ولكن أنا قراءتي من واقع مهمتي السابقة كمبعوث رئاسي لأفريقيا ولقاءاتي مع عدد من الرؤساء يجعلني أقول ما يلي: أن واحد، أن جنوب أفريقيا يعني تدرك أن أنها بشكل يعني غير معلن يتردد أنها هي التي تقف وراء يعني التضييق على مصر في مسألة عودتها. يعني هي من أوائل الدول الأفريقية بعد 30 يونيو مباشرة اللي وصفت ما حدث بأنه انقلاب. شوفي، عايز أقول لحضرتك عشان ما نبالغش في هذا الأمر، هو وفقا لميثاق مجلس السلم والأمن الأفريقي هم تخوفهم الشديد من الانقلابات التي تعددت في أفريقيا حطوا ما يعني يمنع من هذا، بحيث أنه أي تدخل عسكري وخلافه دون حتى التعمق في الامور بشكل كافي يعني بياخدوا قرار تلقائي بانه ده انقلاب وما يترتب عليه ذلك. والان يبدو ان هناك تحول. هو ده اللي انا عايز اتكلم فيه، يعني عايزين من هم ادركوا انه ان كانت يعني قراءاتي ان كانت اثيوبيا يشار اليها كانها مسؤول رئيسي في القرار السابق لمجلس السلم والامن الافريقي، فجنوب افريقيا بما يعني ما تريده وما تتمتع به من نوع من الزعامه والقياده، فهي تريد ان تكون يعني هي المحركه لعوده مصر الى المجلس. انما الامر نريد ان نراه بشكل كمان اعمق شويه، انه هم ايقنوا انه مصر ماضيه في طريقها في تنفيذ خريطة الطريق، وأيقنوا أيضا أن المعلومات من الآن بتنتشر عن الخطر الرهيب الذي يحمله الإرهاب الوارد يعني الذي يعني يصدره الرئيسي هو الإخوان المسلمين وكل المجموعات الإرهابية المولودة منها. طب وكيف سيؤثر هذا سيادة السفير على المشكلة الكبيرة جدا سد النهضة وموقف مصر دلوقتي مع أثيوبيا؟ هل هتكون في مساندة أفريقية للموقف المصري؟
للموقف مصر، يعني هو مش في موقف مصري، احنا طالبنا بالعودة، وجلسنا وانا شخصيا التقيت يعني مع لجنة الحكماء اكثر من مرة، وهم مقتنعون ان هذا امر مسألة وقت. فانا اتصور يعني عشان بس اضيف العاملين، اتصور في عاملين اساسيين دفعاه جنوب افريقيا بالاضافة الى متابعتهم للوضع وموضوع الارهاب، انه اولا هناك عمل افريقي منظم بتدير وزارة الخارجية، هو غير صاقب ولكنه فاعل. وطبعا لو لاحظنا شفنا زيارات الوزير نبيل فهمي المتعددة الى عدد من الدول الافريقية، الزعماء الافارقة بيتبادلوا المعلومات بشكل مستمر، ولابد ان هناك رسائل تردهم من عواصم افريقية مختلفة بانه كفى ما حدث وان الاوان ان تعود مصر الى ايه هي العواصم الافريقيه في نظرك سياده السفير اللي ممكن تتبنى هذا الموقف الان؟ احنا طبعا من العواصم الرئيسيه اللي يهمنا انها تدفع في اتجاه العوده مصر نيجيريا وابوجا، يعني عايز اقول انه نيجيريا مهمه، جنوب افريقيا مهمه، كل مجموعه الشرق، لا هم كلهم مهمين، بس انا قصدي مين في رايك اللي سيقود القاطره الافريقيه الان لتتحرك مره اخرى باتجاه مصر؟ يعني واضح انه جنوب افريقيا هي لا 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 تريد ان تتنازل عن هذا الموقف، لانها تريد برضه في الزعامه السياسيه دي مساله بتهمها في الوقت الحالي، وهي اكبر اقتصاد في افريقيا ودوله مهمه وتريد ان تمارس دورها. وكما تعلمين انه رئيسه مجلس السلم والامن الافريقيين هي جنوب افريقيا حاليا، فبالتالي يعني هي التي سوف تقود هذا. وانا اظن انه تحركها ده يكون فاعل، خاصه اذا اخذنا في الاعتبار انه الحمله الدوليه التي بداتها مصر ومنها ما اعلن على انه روسيا مهتمه بهذا الوضع، لابد وانها بتفرز عن اكيد المستوى الاقليمي مش منفصل عن الدولي. جنوب افريقيا في بحكمه رات انها تبادر بالتحرك بدل نعم. من ان يضغط عليها لكي تتحرك. شكرا جزيلا. اذا دلالات مهمه في هذه الزياره للمبعوث الجنوب افريقي لمصر قراها لنا السفير رؤوف سعد المبعوث الرئاسي السابق الى افريقيا. الى تطورات العمليه العسكريه في سيناء، قالت مصادر امنيه ان طائرات الاباتشي واصلت ضرب البؤر الاجراميه والارهابيه في شمال سيناء، حيث قصفت الطائرات أكثر من 12 بؤرة إجرامية متمثلة في منازل وأوكار لمجموعات تكفيرية يستخدمونها كمخازن للسلاح، ما أسفر عن مقتل 3 عناصر إرهابية والقبض على 6 وهدم نفقين في رفح. من ناحية أخرى، قال العقيد أركان حرب أحمد محمد علي المتحدث العسكري إن قوات حرس الحدود بنطاق الجيش الثاني الميداني تمكنت بالتنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة من تدمير 8 أنفاق في مدينة رفح، ليصل إجمالي الأنفاق التي تم تدميرها حتى الآن إلى 1297 نفقا. وأضاف المتحدث أنه تم ضبط جوال بداخله 5 أجهزة تفجير عن بعد وقنبلة دفاعية وبندقية آلية. محمد مقلد مراسل صحيفة الوطن في شمال سيناء، أهلا بك أستاذ محمد، ولو تطلعنا أكثر على التفاصيل بخصوص تطورات العملية العسكرية اليوم في سيناء. هو بالفعل القوات المسلحة مدعومة بعناصر من الشرطة صباح اليوم شنت وصلت هجومها على البار الإرهابية المتواجدة بشمال سيناء ولا سيما بجنوب الشيخ زويد وقرية البرس بجنوب رفح، وتمكنت من ضرب حوالي اكثر من 16 بؤره اجراميه عباره عن مجموعه من العشش والمنازل، ونجحت في بالفعل قتل 4 عناصر تكفيريه والقبض على 6 اخرين، وتمكنت قوات حرس الحدود بالتنسيق مع سلاح المهندسين بالجيش الثاني من تدمير 8 انفاق والعثور على جوال داخل احد هذه الانفاق يحتوي على جهاز للتفجير عن بعد مكتمل الاركان، اي موصل به الاسلاك الكهربائيه ومنتهي بشريحه اللي جايه يتم تفجيره عن بعد. ومن الواضح انه ان بعض العناصر التكفيريه كانت تحاول تهريبه لدخل سيناء عبر احد الانفاق. طيب ده بيعتبر يعني العثور على شيء، يعني اهميه ده او دلاله ده؟ دلاله ده بيؤكد ان بالفعل الجيش استطاع في الفتره الاخيره انه يجفف منابع الاسلحه اللي بتوصل للعناصر التكفيريه، فبيدوروا على اي طريقه يدخلوا بيها الاسلحه ويهربوها للعناصر التكفيريه اللي موجوده،
فده دل على شيء، فيدل على بالفعل انهم في مأزق حقيقي، لان الاسلحه الجيش عامل حساب قوي جدا على بؤر الاجراميه اللي موجوده في الشيخ زويد وفي رفح، وبيمنع مرور اي سياره او اي مركبه دون تفتيشها تفتيش دقيق. فبذلك اصبحت عمليه تهريب الاسلحه صعبه للغايه لتلك العناصر، وهي بالفعل الان في عمليه انتحاريه، لان ما عادش الاسلحه خلاص اختفت بشكل كبير، والانفاق بتتقفل بشكل متزايد. طب عندنا معلومات او عند حضرتك معلومات كيف يتم تحديد مواقع البؤر الاجراميه، المنازل اللي بتستخدم كمخازن سلاح، ولماذا تفضيل الجيش التعامل معها عن طريق الجو؟ تمام. طبعا في الفتره الاخيره بالذات في ال 15 يوم الاخيره وبعد استهداف العناصر التكفيريه للطائره العسكريه بصاروخ ارض جو، بدأت بعض الأهالي من جنوب الشيخ زويد وجنوب رفح في مساندة الجيش بشكل غير طبيعي في الفترة الأخيرة، لأنهم شعروا أن الجيش المصري بالفعل بيتعرض لمؤامرة. عندما تسقط العناصر التكفيرية طائرة يبقى هناك مؤامرة كبيرة على الجيش المصري، وبالفعل بدأت المعلومات وبدأ الأهالي يبلغون الجيش أول بأول عن خطوات العناصر التكفيرية والأماكن التي يستخدمها كمخازن وبؤر إرهابية. والجيش بيستطيع أن يضرب هذه البؤر عن طريق الطيران لأنها أكثر تأثيرا. شكرا جزيلا للأستاذ محمد مقلد مراسل صحيفة الوطن في شمال سيناء. من أهم الأخبار كانت اليوم تشييع جنازة الشهيد المقدم محمد عبد السلام الضابط بالأمن الوطني في الشرقية، والذي استشهد على يد مسلحين مساء الأمس، وذلك بحضور عدد من قيادات وزارة الداخلية وأسرة الشهيد وأهالي الشرقية الذين رددوا هتافات منددة بالإرهاب وطالبوا بإعدام قيادات الإخوان. ومن جانبه قال الدكتور سعيد عبد العزيز محافظ الشرقية إن قراره الخاص بمنع استقلال أكثر من شخص للدراجة النارية هو إجراء بسيط ضمن عدة إجراءات من المقرر اتخاذها لمكافحة عمليات استهداف ضباط الشرطة في الشرقية. أضاف المحافظ في تصريحات للحياة الآن إن الحادثة يأتي استمرارا لمسلسل الإرهاب الأسود الذي تواجهه الدولة في الفترة الأخيرة، مطالبا الدولة بسرعة إصدار قانون مكافحة الإرهاب. في كفر الدوار وقع انفجار في هذه المدينة دون وقوع إصابات بشرية، وقال مصدر أمني إن الانفجار وقع أثناء إبطال مفعول قنبلة عثر عليها بالسجل المدني بمركز شرطة كفر الدوار. كان خبراء المفرقعات قد نجحوا في إبطال مفعول القنبلة أو قنبلة أخرى عثر عليها بالمحكمة بعد إخلاء المبنى من المحامين والمستشارين والمواطنين، حيث تم نقل القنبلة إلى مكان فضاء خال من السكان بالقرب من المحكمة لإبطالها. مدير أمن البحيرة اللواء محمد طاحون، أهلا بك. أهلا معليك. أهلا بحضرتك. قنبلتين في يوم واحد في كفر الدوار، لو تطلعنا على التفاصيل لو سمحت. هو حقيقة الواقع هو تم العثور على كرتونة ورقية ملفوفة ببلاستر أبيض، تم التعامل معها على أنها عبوة يحتمل أن تكون مواد متفجرة. انتقلت قوات الحماية المدنية قسم المفرقعات، تم التعامل مع العبوة، تبين أنها عبارة عن كرتونة بداخلها كمية من الرمل، بداخلها مجموعة أسلاك، بداخلها قطعة حديدية صغيرة الحجم ولا تحوي أي مواد متفجرة. الحمد لله. يعني ما كانتش قنبلة ولا حاجة؟ لا يا فندم. طب الثانية دي نتكلم عليها، دي اللي هي في مركز شرطة كفر الدوار؟ لا، هي أمام مبنى السجل المدني بجوار مركز شرطة كفر الدوار. يعني المواطنون عثروا على الكرتونة، الصندوق الكرتوني ده، واعتقدوا أنه هو قنبلة. تمام. طب بالنسبة للمحكمة؟ بالمثل تماما ونفس العبوة. أما الموجود انفجار، يعني ما عندي تأكيد من مراسلنا في كفر الدوار أنه كان في فعلا انفجار؟ لا، هو التعامل مع العبوة بيتم عن طريق مسدس مائي بيحدث صوت، يعني احنا اللي بنعمله عشان ايه نعرف نقطة مفعول العبوة، لكن تبين انها خالية من اي مواد متفجرة ولم يحدث اي انفجار. طب تفسيرك بقى لان يكون في يوم واحد انذارين كاذبين او ادعاءين بقنبلتين مزيفتين في كفر الدوار؟ والله احنا عارفين التحديات اللي بتمر بها البلد حاليا، وإدارة البحث والأمن الوطني جاري التحري حول الواقعة.
يعني ما فيش عندك حضرتك تحقيقات أولية، قراءة أولية في اللي بيحصل، ما قبضتوش على أي حد؟ لا لا، هو جاري التحري لمعرفة ظروف العثور على العبوتي. دي كانت في معرفتك ويعني بالخلفية الأمنية اللي عند حضرتك، دي كانت قنابل سيئة الصنع، رديئة الصنع، يعني مش محطوط فيها المادة المتفجرة؟ هي ليست قنابل، هي لا تحوي أي مواد متفجرة. تمام، يعني كانت محاولة فاشلة لصنع القنبلة؟ ترهيب، مجرد إشاعة الفوضى وترهيب المواطنين. طيب، شكرا جزيلا للواء محمد طاحون مدير أمن البحيرة. ونتحول إلى الوادي الجديد وما حدث هناك، حيث لقي طفلان مصرعهما وأصيب ثالث في انفجار لغم أمام أحد المنازل بقرية صنعاء التابعة لمركز الخرجة بالوادي الجديد. وانتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتم نقل الطفل المصاب لمستشفى الخرجة العام والجثتين لمشرحة المستشفى، وتم ندب فريق من خبراء المفرقعات لمعاينة موقع الانفجار. في الأليوبية تمكنت أجهزة الأمن بالتعاون مع خبراء المفرقعات من إحباط محاولة تفجير 7 قنابل يدوية تم العثور عليها في موقف بنها العمومي بجوار معسكر قوات الأمن. وقال مصدر أمني إن المتفجرات كانت داخل سيارة ميكروباص في حقيبة سوداء قادمة من شبين الكوم إلى الموقف، تركها مجهول وفر هاربا. قرر المستشار محمد شيرين فهمي قاضي التحقيق في واقعة التنصت بمكتب النائب العام اليوم إيقاف طلعت عبد الله النائب العام السابق وحسن ياسين النائب العام المساعد عن العمل وإحالتهما لمجلس تأديب للنظر في الاتهامات الموجهة إليهما، وتحديد جلسة 29 مارس المقبل للفصل في طلباتهما. وكان المستشار محمد شيرين فهمي قد أحال النائب العام الأسبق ومساعده لمجلس التأديب لقيامه بزرع أجهزة التنصت بداخل مكتبه وإحضار أجهزة ممنوع دخولها إلى الأسواق المصرية. قرر المحامي العام لنيابات شمال المنيا إحالة محمد بديع مرشد الإخوان و683 من قيادات الإخوان في المنيا إلى محكمة الجنايات. وجهت لهم النيابة تهمة التجمهر في مركز العدوى والاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، وقد اقترنت بالجريمة السابقة جنايات قتل عمد، ذلك بأنهم وآخرين قتلوا المجني عليه رقيب الشرطة محمود قطب محمد قطب عمدا مع سبق الإصرار والترصد. في محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، قررت محكمة جنايات شمال القاهرة تأجيل هذه المحاكمة التي أيضا يتهم فيها محمد بديع المرشد العام للإخوان و34 آخرين من قيادات الإخوان في تهمة التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، وذلك لجلسة 27 فبراير الجاري لحين اتخاذ إجراءات لرد هيئة المحكمة حسب طلب الدفاع. كانت النيابة العامة قد طالبت بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين، وكانت الجلسة السابقة شهدت انسحاب هيئة الدفاع برئاسة الدكتور محمد سليم العوة لعدم تلبية المحكمة طلبهم بإزالة القفص الزجاجي الذي يتواجد به المتهمون، فقررت المحكمة ندب 10 من نقابة المحامين. قررت محكمة جناح مستأنف قصر النيل تخفيف عقوبة شريف الصيرفي مؤسس البلاك بلوك وشخصين آخرين إلى السجن 9 أشهر لكل من الأول والثاني و10 أشهر للمتهم الأخير في الاستئناف المقدم من المتهمين بتهمة إتلاف النصب التذكاري في ميدان التحرير على حكم حبسهم لعامين. كانت محكمة جناح قصر النيل قضت في يناير المنقضي بمعاقبة 3 متهمين بالحبس لمدة 2 مع الشغل والنفاذ مع وضعهم تحت المراقبة الشرطية لمدة مساوية. قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة اليوم تأجيل محاكمة 104 من تنظيم الإخوان على خلفية اتهامهم بالتورط في أعمال العنف التي شهدتها منطقة الظاهر في شهر يوليو الماضي لجلسة 25 فبراير الجاري لسماع الشهود. وجهت لهم النيابة العامة تهم القتل العمد والشروع في القتل والتجمهر وإتلاف المنشآت العامة والخاصة وحيازة أسلحة نارية وبيضاء وذخائر دون ترخيص. في دمياط أحالت النيابة 118 من عناصر الإخوان من بينهم السيد العناني نقيب المحامين السابق إلى محكمة الجنايات، وذلك لتورطهم في أحداث الشغب وتكسير محل بمدينة دمياط الجديدة والانضمام لجماعة محظورة والتظاهر بدون إخطار مسبق.
وفي كرداسة تمكنت قوات الأمن بالجيزة من ضبط متهم جديد وأحد العناصر الرئيسية في اقتحام مركز شرطة كرداسة وقتل 11 ضابط وفرد أمن من بينهم اللواء محمد جبر مأمور المركز ونائبه أيضا العقيد عامر عبد المقصود. وأوضحت التحقيقات أن المتهم من العناصر الخطرة وقد ظهر في عدة مقاطع فيديو أثناء اقتحام المركز وقتل الضباط والتمثيل بجثثهم. فاصل ونواصل من بعده الجولة الإخبارية، ابقوا مع الحياة الآن. أهلا بكم من جديد. أضرب العاملون بهيئة النقل العام عن العمل صباح اليوم بشكل كلي بعد أن توقفت أمس 7 جراجات عن العمل، وذلك للمطالبة بزيادة بدل طبيعة العمل وتطبيق الحد الأدنى للأجور والمساواة بعمال مترو الأنفاق وهيئة السكك الحديدية. وتسبب الإضراب في إصابة شوارع القاهرة والجيزة بحالة من تكدس الركاب بالمواقف ومحطات المترو وشلل مروري بالشوارع الرئيسية. ومن جانبه قال جلال السعيد محافظ القاهرة إنه تقرر صرف 200 جنيه شهريا تصرف اعتبارا من أول فبراير الجاري لجميع العاملين بالهيئة، وذلك لحين انتهاء المجلس الأعلى للأجور من دراسة الحد الأدنى لمساعدتهم على تحسين الظروف الاجتماعية. وفي نفس السياق أكدت مصادر أن القوات المسلحة تدرس الدفع بأتوبيسات خاصة بها لنقل المواطنين في القاهرة الكبرى في حالة استمرار إضراب سائقي هيئة النقل العام، وذلك تخفيفا على المواطنين لحين الوصول إلى حل للأزمة. وأوضح المصدر أن أتوبيسات الجيش ستكون إما بالمجان أو بأسعار رمزية، وستتواجد في الميادين العامة والمناطق ذات الكثافة السكانية. وعلى جانب آخر، أعلن محافظ القاهرة أن المحافظة ستشهد نقلة ملحوظة في أسطول هيئة النقل العام بها، مشيرا إلى أنه سيتم إدخال 1350 أتوبيسا جديدا للمنظومة بنحو 50 أتوبيسا أسبوعيا ليتم مضاعفة أسطول هيئة النقل العام بالقاهرة بحلول نهاية هذا العام. 40 أتوبيس جديد مرسيدس لأسطول النقل العام في القاهرة الكبرى. سوف يتم توريد 40 أتوبيس أسبوعيا. أنا عاوز أقول إن هذا العقد اللي هو 200 أتوبيس ليس هو العقد الأخير. إحنا إن شاء الله خلال يوم أو اثنين هنوقع عقد آخر ب 150 أتوبيس أخرى. سوف يتوالى إن شاء الله توقيع العقود لتوريد 1350 أتوبيس نضاعف بها أسطول النقل العام اللي هو حجمه حاليا 1350 أتوبيس، هنضاعفه خلال العام الحالي 2014. احنا يعني بيسعدني ان احنا نقدم هذه الخدمة لأبناء القاهرة الكبرى، تسهم في تقليل حدة مشكلة الازدحام والمرور في محافظة القاهرة. وعلى غرار هيئة النقل العام، أضرب موظفو الشهر العقاري بمختلف محافظات الجمهورية للمطالبة بمساواتهم مع العاملين بالهيئات القضائية التابعة لوزارة العدل. وشهدت مكاتب الشهر العقاري ازدحاما شديدا، وتجمهر عدد من المواطنين بسبب تعطل العمل نتيجة عدم وجود موظفين لإنهاء الأعمال الخاصة بالتسجيل والإشهار. وعلى نفس الصعيد، قال مصدر قضائي بوزارة العدل للحياة الآن إن المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل اجتمع بالمستشار عمر مروان مساعد الوزير بمقر الوزارة، وذلك بعد أن أنهى مساعد الوزير اجتماعه مع مندوبي الشهر العقاري لبحث مطالب الموظفين والوصول لقرار. وفي نفس السياق وسياق الإضرابات، أعلن عمال هيئة البريد اليوم إضرابهم عن العمل في العشرات من مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، وأعلنوا أنهم سيعتصمون بمقر الإدارة العامة بميدان العتبة، وذلك للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور والذي تم استثناؤهم منه على أساس أنهم هيئة اقتصادية. كما طالب العمال بصرف العلاوة الدورية بواقع 7% وبتعديل هيكل المرتبات لتقليل الفوارق بين عمال الهيئة تحقيقا للعدالة الاجتماعية. معي محمد الصفطاوي رئيس الاتحاد النوعي للعاملين بالبريد. أستاذ محمد، أهلا بك. ومبدئيا الاعتصام أو الإضراب اليوم في البريد لم يكن يعني واسع نطاقه ولا كانت المشاركة فيه كبيرة، المعلومة دي صح؟
هو حضرتك اخترنا الميعاد ده بالذات احتراما للعاملين للجمهور المعاشات، يعني لم يتم اختياره في موعد معاشات لجاي، يعني ما نتجناش على اصحاب المعاشات واخترناه في الميعاد ده بعد ان سلكنا جميع المطالب الشرعيه من 11 واحد حتى الان سيادتك، ولم يتم الرد علينا حتى الان ولا من قبل رئاسه الهيئه ولا من وزاره الاتصالات ولا من رئاسه الوزراء. ومع العلم بان حصل امس منطقه بريد سوهاج امام المنطقه عندهم اداره المنطقه، واليوم في المحله الكبرى واقفه امام مركز حركه بريد المحله من 8 ل 10 صباحا، واغلاق عشرات المكاتب بجنوب المحله. انا بقول لحضرتك يعني استاذ محمد، انا بسال على حجم المشاركه. هو طبعا مشكورين على نقطه الابتعاد عن نهايه الشهر وبدايه الشهر، بس معلوماتنا بتقول انه المشاركه ما كانتش واسعه النطاق في الاضراب. لا، هو المشاركة حضرتك حسب الإخطار اللي تم التقدم به لوزارة الداخلية إنه هيتم تدريجيا. يعني بمعنى جزئي في بعض المناطق. إحنا عندنا على مستوى الجمهورية الكلام ده مش دقيق يعني؟ لا، هو على مستوى الجمهورية حضرتك متبلغ، على مستوى الجمهورية تدريجيا. إيه هي المراحل؟ طيب حطنا في الصورة، ناويين على إيه يعني؟ المراحل يعني مثلا عدد ثلاث او اربع مناطق مبدئيا، وان لم يتم الاستجابه لمطالبنا سوف يتم التصعيد باغلاق يعني اكثر من يعني نصف المكاتب البريديه الى ان يتم الى اخر الاسبوع الاغلاق كاملا. طيب في تفاوضات دلوقتي او اي حوار مع حد في الحكومه؟ لا بالعكس يا فندم، هو رئيس الهيئه دخل علينا النهارده حاطط ايده في جيوبه ويبص لنا نظره احتقار كعاملين. الدكتور اشرف جمال الدين. الدكتور اشرف جمال الدين، وده استفز بعض العاملين، ونحن الان معتصمين داخل مبنى الهيئه بالعتبه، وتم الان استدعاء رتبه بملازم اول من اسم المسكي واخذ الاسماء كاملا لعمل محاضر ضد العاملين الموجودين حاليا بالهيئه وتلفيق بالهم التهم. ونحن تهم زي ايه يعني؟ تهم زي مثلا انتوا داخل الهيئه ممكن تكونوا سرقتوا حاجه، انتوا معطلين حاجه بتاع، وده غير صحيح. احنا لم يتم تعطيل عمل حتى الان. طيب يعني المشكله في حكايه ان انتوا هيئه اقتصاديه مستثنى للهيئات الاقتصاديه من حكايه الحد الادنى للاجور. لا يا فندم، هو احنا هيئه اقتصاديه واستثماريه فعلا بيحكمنا قوانين خاصه، القانون رقم 19 لسنه 82، وده في مادته رقم 16 بيقول مجلس إدارة الهيئة هو السلطة المهيمنة على شؤونها وتصريف أمورها، وله أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات لتحقيق الأغراض التي أنشئت من أجلها دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية. وفي الفقرة رقم 6 بيقول وضع اللائحة المتعلقة بتعيين العاملين بالهيئة وترقيتهم وتحديد رواتبهم. تمام، يعني أنا يعني القانون طبعا مش هيمنع ان انتوا تساووا بغيركم، بس العاملين بالدولة يا فندم. انا قصدي انه مسألة ان انتوا مش داخلين تحت مظلة الحد الأدنى للأجور انت مش بتشكك فيها حضرتك دلوقتي، يعني انت متقبلها. احنا حضرتك بنطلب تطبيق جدول التدرج المصاحب للحد الأدنى اللي هو جدول تدرج كل درجة لها مبلغ معين، بالإضافة للعلاوة الدورية. حضرتك تتخيلي إن هي بتبتدي في موظفين الحكومة والهيئة من جنيه وربع، تنتهي بستة جنيه لمنصب وكيل وزارة سنويا. تمام، إحنا بنطالب كهيئة اقتصادية طبقا للقانون الهيئة إن هي تبقى بحد أدنى 7% من أساسي المرتب، مش أكتر. تمام، من كده. شكرا جزيلا محمد الصفطاوي رئيس الاتحاد النوعي للعاملين بالبريد. حالة من الغضب في قطاعات كثير من العاملين الآن يعني في البلد، ومن ضمنهم أيضا اتحاد أصحاب المعاشات. ده على جانب آخر، يعني عقد الاتحاد برئاسة البدري فرغلي جمعية عمومية طارئة بمقر الاتحاد بحزب التجمع في ميدان طلعت حرب لبحث سبل التصعيد لعدم الاستجابة لمطالبهم بوضع حد أدنى للمعاشات. أنا عرفت من البداية إن أولا حولت لأوراق وضمانات وإحنا بندفع الثمن، لكن ما حدث في الأسبوع الأخير كان كارثة، مأساة وطنية. هي مئات المليارات بتلعبوا بها إيه؟ إحنا لكن في الأسبوع الأخير وضعنا إيدنا على اللي نهوا أموالنا بالقانون، خدوا أرقامهم وهي ذات الأرقام القديمة، هي الأرقام اللي بنقولها من سنين.
ما قالوش حاجه جديده. 235 مليار صكوك غير قابله للتداول بفايده 8%، لكن 162 مليار بلا فوائد على الاطلاق نهائيا ومنذ سنوات، وهذه الاموال وجهت الى استثمارات خاصه وعامه، بناء طرق وكباري ومستشفيات استثماريه وجامعات خاصه ومدارس. لو كان لديكم واحد شريف يقول لي انتوا اعطيتوا هيئه ميناء بورسعيد 2.8 مليار لبناء شرق التفريعه لشركه اجنبيه، تقدروا تقولوا لي لا؟ طب ما بتعلنوش ليه؟ يا اللي عملتوا مؤتمرات صحفيه واعلنتوا للشعب الاموال والارقام، طب ما تقولوا لنا ال 162 مليار اتصرفوا فين؟ الحكومه استولت على اموالنا. لما تاخد 17 مليار من بنك الاستثمار وترفضي حد ادنى للمعاش، في واحد في مصر ياخد بالشهر 60 و70 جنيه، 500 جنيه، 600 جنيه، هو احنا مش بنات مين؟ انتم من اشرف الناس. لكن هذه الحكومة قامت بإقصائنا من العدالة الاجتماعية. ده كان جزء من الجمعية العمومية الطارئة لاتحاد أصحاب المعاشات بيتكلم فيه البدري فرغالي. من جانبها بالنسبة للحكومة الدكتور حازم الببلاوي ترأس مجلس الوزراء اجتماع اليوم بخصوص موضوع المعاشات، وحضروا وزراء التضامن الاجتماعي والمالية والقوى العاملة والهجرة، بالإضافة إلى جبالي المراغي رئيس اتحاد نقابات عمال مصر والدكتور شكري عازر رئيس اتحاد أصحاب المعاشات وممثلين عن النقابات العمالية المختلفة. معنا دلوقتي السفير هاني صلاح المتحدث باسم مجلس الوزراء، اهلا بك سعاده السفير. اهلا وسهلا. اهلا يا استاذ نور. يعني عايزين نحط الصوره كامله امام المشاهد دلوقتي، يعني سلسله من الاضرابات مش بس اصحاب المعاشات، البريد، النقل العام، الاطباء طبعا والصيادله والشهر العقاري، الحكومه قادره على التعامل مع كل هذه الملفات؟ باذن الله الحكومه تكون قادره على التعامل مع اي ملف، هي تعاملت مع ملفات اهم واصعب بكثير، ولكن في نفس الوقت ومع التفاهم لكل المطالب التي تقوم بها فئات مختلفه في انحاء الدوله والجمهوريه ننادي ونناشد فيهم ايضا التحلي بروح المسؤوليه والوطنيه في هذا الظرف الدقيق الذي تمر به مصر. ولكن في كل الاحوال هناك خطط تبحث واجراءات لمحاوله احتواء كل ما يحدث من اضرابات او اعتصامات والتعامل معها بكل جديه بما ينزع فتيل اي ازمه. يعني هم بيقولوا يا فندم انه ما حدش بيكلمنا ان الحكومه بشكل واضح، يعني النهارده بتاع البريد من دقائق بيقول ما حدش ابدا رد علينا، النقل العام قال لنا نفس الشيء، وحتى لما بيكون في حوار بيكون يعني الكلام غامض مش مرتب في نقاط ووعود قاطعه. هي اصلا يعني خليني برضو أكون واضح مع حضرتك، هناك خطط بتعقف الدولة على وضعها لتطوير ورفع كفاءة وإعادة تأهيل كل القطاعات الهامة والاستراتيجية في الدولة، النقل العام، الغزل والنسيج، الحديد والصلب، كل القطاعات التي قامت عليها مصر منذ خمسينيات القرن الماضي تحتاج إلى عمل وعمل كبير، ومن ثم بعد الانتهاء من كل هذه الخطط وتنفيذها على ارض الواقع طبعا هتاخد وقت، سيتم تدريجيا الانتهاء او التقليل الى حد كبير من هذه الاضرابات. في نفس الوقت لا تتجاهل الحكومه هذه المطالب وما في استطاعتها تنفيذه وما يطالب به كوادرنا العماليه او الموظفين او اي مواطن مصري له حق فيه يتم الاستجابه له في حدود ما تستطيع الدوله تنفيذه، وايضا في ظل الضغوط. ما هو حكايه في حدود والضغوط اللي على الموازنه، يعني الناس دي بتقول طب ما في قطاعات اخرى بيتم الاستجابه لطلباتها زي الشرطه مثلا. لا، الشرطه اولا يعني لا نريد ان نقارن، كلنا في وطن وفي قارب
واحد، الشرطة بتخوض مواجهة شرسة وعنيفة مع خصم غير تقليدي وخصم يريد هدم الدولة، ولكن مع كل يعني زي ما قلت لحضرتك، ومع ذلك كل الفئات الأخرى يتم أيضا دراسة مطالبها بكل الجدية، مش حلول فقط لإسكات أو حلول جزئية أو مرحلية، يتم التعامل مع كل المطالب بكل جدية، وما يتم أو ما تستطيع الحكومة الاستجابة له يتم بالفعل. مثلا مش بس الشرطة، هريك الأسبوع الماضي تم الاستجابة لمطالب عمال الغزل والنسيج في أنحاء الجمهورية، صرف ليهم شريحة بمقدار 157 مليون جنيه، فعلى الإطلاق ليس هناك تفرقة. طيب. الكل سواسية وما تستطيع الحكومة فعله تنفذ. في اجتماع المجلس الأعلى للأجور برئاسة وزير التخطيط بعد أيام، هل في يعني انفراجة هتحصل فيه، في قرارات هتعلن فيه؟ يعني نتطلع إلى ذلك، هو بيجتمع بصفة دورية، والسيد وزير التخطيط يعتبر هذا الملف من أهم الملفات التي يعكس سيادته على يعني تحملها ومتابعتها بشكل دقيق، وبيتم فيها مناقشة كل ما يتعلق به سواء بالقطاع الخاص أو غيره. ويعني في النهاية الحكومة تريد أن يكون عام 2014 عاما لتكريس وتحقيق العدالة الاجتماعية. طيب احنا عايزين نسأل في يعني موضوع مختلف، التعديل الوزاري، الموضوع اللي دايما بنسأل عنه بالذات بعد امبارح الدكتور ببلاوي ما تقابل مع رئيس الجمهورية. بالنسبة لإيه فندم؟ التعديل الوزاري. لا تعليق لدي على هذا الموضوع. السيد رئيس الوزراء مع السيد رئيس الجمهورية هما فقط من يبحثان هذا الموضوع، سألونان عن ولكنه بحث بينهما امبارح صح؟ يعني لا تعليق لدي على هذا الموضوع. شكرا جزيلا للسفير هاني صلاح المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء. قال محمد سعد رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوي بوزارة التربية والتعليم إن امتحانات الثانوية العامة ستعقد في موعدها المحدد وفقا للخريطة الزمنية التي وضعها المجلس الأعلى للتعليم ما قبل الجامعي، والتي من المنتظر أن تبدأ في 7 يونيو المقبل، وأن الوزارة تواصل استعداداتها لامتحانات الثانوية العامة، موضحا أن هناك 340 ألف طالب وطالبة سجلوا استمارات الثانوية العامة إلكترونيا على موقع الوزارة من إجمالي 450 ألف. وقال سعد إنه تم تشكيل لجنة من مستشاري مواد الثانوية العامة وموجهي المواد لمراحل النقل والشهادات لإعادة خريطة توزيع المناهج وفقا للفترة الزمنية المتبقية من العام الدراسي على أن تعلن خلال أيام. وقال إنه لا نية على الإطلاق للتأجيل مرة أخرى، وقال إنه تم تحذير من وضع أي أسئلة ذات طابع سياسي مؤيد أو معارض في الامتحانات. دكتور أحمد حلمي المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم معنا، أهلا بك يا دكتور. أهلا بك. أهلا بحضرتك. إذن لا نية للتأجيل مرة تانية، 8 مارس كل المدارس هتفتح إن شاء الله، لا نية للتأجيل مرة. طيب أجازة الجمعة والسبت تقرر بشأنها إيه؟ ولا قرر، الأمور عادية خالص، مش أي قرارات تمثل الأجازات، الأمور عادية خالص، إنما القرارات تمثل معالجة بتاعت المناهج. ما احنا عايزين نتكلم على المناهج بس مبدئيا. الخبر اللي انتشر النهاردة في كل مكان إن الجمعة والسبت هيتلغي الأجازة. لا 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 لا, لا. مش صحيح. لا الوضع مستقر في كل الجوانب. هو متغير واحد بس اللي حضرتك احنا شغالين فيه دلوقتي. السادة رؤساء القطاعات، رئيس قطاع التعليم العام، رئيس قطاع التعليم الفني، مع السادة المستشارين، مستشاري المواد، مستشاري التخصصات، عاكفين دلوقتي على معالجة المناهج في الزمن اللي هو من أول 8 مارس لغاية مواعيد الامتحانات. حتى مواعيد الامتحانات مش هنقرب لها يعني، سبت زي ما هي. فحضرتك كل المناهج هتتعرض لمعالجة من أولى ابتدائي لغاية ثالثة ثانوي أو ثالثة ثانوي فني أو كده. وإن شاء الله تباعا بإذن الله كل المناهج اللي هيحصل فيها حذف هيتعرف إيه اللي هيتحذف، إيه اللي هيتم إقراره، وهتتعرض على بوابة الوزارة وهتبقى أمام كل الناس يعني سواء معلمين. تمام. الخبراء التربويون بيقولوا إن ده هيأثر على يعني جودة العملية التعليمية والمعرفة، يعني عملية المعرفة بالنسبة للطلاب، لأن في فترة اختصرت ولن تعوض، وبيقترحوا بعضهم إنه تتمدد الدراسة في الصيف لمدة شهر مثلا. بص حضرتك، يعني احنا يعني طبعا مع احترامنا لكل الآراء، لو احنا سألنا 90 مليون مصري اكيد هتبقى في وجهة نظر عديدة جدا جدا جدا
انما الامر لا يحتمل الا اراء المتخصصين. المتخصصين عندنا هم مستشاري المواد، هم اللي بيبقوا مسؤولين عن انهم عارفين إن النقطه اللي هتتحذف ديت يا ترى هل هي هتاثر في المنهج في كيانه ولا مش هتاثر. اكيد لن يحدث الا النقاط الغير مؤثره. ما هي لو غير مؤثره هي موجوده ليه يا دكتور اصلا؟ يعني السنه الدراسيه في العالم كله من سبتمبر ليونيو. ان انت عندك اي نتيج او اي مكونات بتبقى في حاجات اساسيه وفي حاجات تالي في الاهميه وفي حاجات غير اساسيه وكذا. اي نتيج في الدنيا، اي مكون في الدنيا بيبقى فيه ده من ده. حضرتك دلوقتي احنا تحت طارئ واحنا تحت ضغط معين، اكيد في اولويات في اهميات. لو احنا مثلا قسمنا المنهج لعشر مكونات وقسمناه موافقا للاهميه، اكيد هيبقى في اهميه اولى اهميه ثانيه وهكذا. من الاقل اهميه. بس احنا بنتكلم انه أكيد. في العالم كله السنه الدراسيه بتحسب بعدد الايام، حتى يعني من سبتمبر ليونيو او غير كده، بعدد الايام بحيث ان الاجازات مقسومه وعدد الايام مفروض. حضرتك لو سمحتي لي حضرتك عارفه ان في قرار مجلس الوزراء، تمام؟ وحضرتك عارفه ان قرار مجلس الوزراء لما يصدر بيبقى يصدر بشكل قومي، يعني باعتبارات قوميه، اكيد اتناقشت، اكيد اتدرست في اكتر من ساعتين، وكل الوزر في تقارير وتعرضت كل الحاجات المعلنه والغير معلنه. يعني اكيد احنا في صميم ان احنا نفسر القرار واسبابه وعمل ليه وما لا عملش ليه، الا في صميم حضرتك ان احنا نتكلم بقى على الاجراءات هننفذ ازاي. صدقيني حضرتك قرار مجلس الوزراء اكيد في اعتبارات قوميه. ما احنا بنسال حضرتك من وزاره التربيه والتعليم يعني. علشان يعني لو في هذه الدراسه اللي حصلت في مجلس الوزراء اكيد وصلت لكم، يعني وصلت لكم التوصيات بتاعت مجلس الوزراء بالشرح وبالتفسير وبالاسباب. احنا دلوقتي نناقش الاسباب ولا نناقش الاجراءات؟ حضرتك القرار طلع وقرار قومي ولازم نص انه في مصلحه. طيب يعني حضرتك مش قلقان اطلاقا على تاثير المد الاجازه ده على العمليه التعليميه؟ ان شاء الله في اضيق الحدود اكيد احنا يعني في قرار طارئ وفي ظروف طارئه، ولو احنا الحال بتاع البلد مستقر مش هنكون كده. ما هو احنا اساسا المصريين وده حالنا، لازم نواجهه بكل جرأه وبكل شجاعه. يعني القرار اكيد هيأثر على المنهج، هيأثر على كذا، هيأثر على كذا، بس احنا بنحاول نوصل لاقل ضرر وافضل شكل ممكن. شكرا جزيلا لحضرتك. في الحدود اللي احنا عايشين فيها حضرتك. شكرا جزيلا دكتور احمد حلمي المتحدث الرسمي باسم وزاره التربيه والتعليم. عقدت المؤسسه العربيه لرواد التنميه بالامس حفله تكريم لمنح جوائز والقاب التميز في التنميه العربيه لعدد من الاشخاص والمؤسسات. هذه النجمة الذهبية هي ممنوحة لسعد باشا زغلول زعيم الوفد وزعيم الأمة كرائد من رواد الحركة الوطنية وزعيم للحركة الوطنية المصرية، وبالتالي هذا التكريم هو نوع من خلق النموذج أو إثراء الحياة السياسية بالنسبة لشباب مصر برواد هذه الحركة الوطنية. سعد زغلول ده زعيم الأمة، زعيم ثورة 19، زعيم الوفد، صاحب تراث وطني عظيم وصاحب ثوابت وقيم وطنية توارثناها عنه ورفاقه مصطفى النحاس وسعد زغلول وفؤاد سراج الدين. وبالتالي تكريم هؤلاء الرواد هو رسالة إلى شباب الأمة أن هناك رواد سبقوهم وصنعوا تاريخا، وعليهم أن يقتدوا بهؤلاء الرواد ويصنعوا تاريخا جديدا لمصر. أنا دايما كنت أتمنى أن أكون في ذيل قائمة الثلاثينات والأربعينات، اتحط بس كده باسم صغير قوي ببنط صغير. فدلوقتي النهارده بتكرم في وسط عظماء الثلاثينات والاربعينات بين تكريم سعد زغلول زعيم الامه وطلعت حرب قائد للاقتصاد، فده شيء كويس يعني. بس بقول احنا ما قدمناش زي ما هم قدموا، عشان كده بقول للشاب اللي عنده 30 سنه اللي وصل ل 30 سنه وما قبل، هو ادى ايه لمصر؟ هو بيخرب ادى ايه لمصر؟ ده في قبل منك اجدادك ادوا لمصر كتير قوي بنوا فيها، فانت افتكر وانت بتحرق انك تبني. الشخصيات اللي بتبذل مجهود في البلد يعني جميل جدا ان يتم تكريمها، لان ده بيشجعهم ان هم يقدموا اكتر في كل واحد في مجاله. جميل جدا برضو ان يتم تكريم الشباب منهم، مش بس الصغير الكبار يعني، لان الشباب هم مدى المستقبل واملهم. فانا سعيده ان انا اكون ضمنهم برضو، واتمنى ان مجلات اخرى ومؤسسات اخرى تحذو نفس الحذو.
ونتحول إلى أخبار الاقتصاد، حيث أنهت مؤشرات البورصة تعاملاتها اليوم في أولى جلسات الأسبوع على صعود جماعي لمؤشراتها مدعومة بمشتريات المستثمرين الأجانب، في حين مالت تعاملات المصريين والعرب إلى البيع، وربح رأس المال السوقي نحو 5.8 مليار جنيه. وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة EGX 30 بنسبة 1.47%، كما صعد مؤشر الشركات الأوسع نطاقا EGX 100 بنسبة 0.88%. فاصل قصير ونواصل بعده الحياة الآن. أهلا بكم من جديد. ضيفي في هذه الفقرة من الحياة الآن هو دكتور مغاوري شحاتة، أستاذ مصادر المياه في جامعة المنوفية. أهلا بك دكتور. أهلا بك. أهلا بحضرتك. أهلا. نبدأ بآخر التطورات، لو عايزين نتكلم على موضوع المياه والسد النهضة والأزمة دي، أنه نبيل فهمي دلوقتي وزير الخارجية في جولة أفريقية بتشمل تنزانيا والكونغو ودول أخرى، هذه التحركات الدبلوماسية في رأيك يعني مدى دلالتها وأهميتها في حل الأزمة؟ يعني هو في الحقيقة تنزانيا والكونغو هما دولتين من دول منابع نهر النيل في الهضبة الاستوائية، ويعني الكونغو لم توقع على اتفاقيات عن تيبي، لكن تنزانيا كانت موقعة على اتفاقيات عن تيبي، يعني واحدة من الدول التي كانت منذ الستينات حتى تطالب بأن يكون هناك اتفاق جديد بين مصر ودول حوض نهر النيل ينصف هذه الدول من وجهة نظرهم في حصص، أو يعني أن تتقاسم مع مصر حوض نهر مياه نهر النيل الزرقاء تحديدا. وكانوا بيعتبروا اتفاقيات يعني هي لصالح مصر أكثر منها لصالح هذه الدول. فتنزانيا كانت تطالب سابقا في ووقعت على اتفاق عن تيبي، ولكن اليوم يعني أعلن على لسان الوزير خارجية تنزانيا أن تنزانيا تتفهم حاجة مصر إلى المياه، لكن تفهم حاجة مصر من المياه ينبغي أن يكون مترجم إلى عمل وواقع في برامج التعاون، وأن يعاد النظر مثلا في اتفاق عن تي بي التي وقعت عليه تنزانيا مع باقي 5 دول أخرى. وهل يعني عبارة نتفهم حاجة مصر من المياه هي عبارة قاطعة، ولا تحتمل أيضا تفسير بأنه مصر زي ما بيقولوا بتاخد حصتها وأكثر من حصتها؟ لا، مصر يعني احنا كلمة نتفهم اولا ده تعبير دبلوماسي، انا شخصيا انه شايف انه تعبير دارج في مجاملة، لكن التفهم ترجمته العملية هو ان يعاد النظر في توقيع تنزانيا مثلا على اتفاقيات عن تيبي او لا تقرها في البرلمان التنزاني، او يكون هناك مراجعة لهذه الاتفاقية لان اتفاقية ظالمة لمصر، هذا مفهوم التفاهم لدي. أو التفاهم أيضا يأتي من جانب أن تقنع تنزانيا وهي دول من دول منابع أثيوبيا مثلا بأن تتوقف عن إنشاء سد النهضة بهذه المواصفات وتعود إلى مواصفاته الأصلية التي تم وضعها بواسطة الجانب الأمريكي سنة 1964، أي زاسعة 14 مليار متر مكعب. هذا هو التفاهم من وجهة نظري. لكن التفاهم المطلق دون أن يكون هناك حلول تكون مجاملة أكثر منها واقع يعني. تمام. طيب الكونغو على الجانب الآخر لم توقع حتى الآن اتفاقية عن تيبي، ولها موقف يعني متوازن الملاحظ، لا, 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 لا نقول ذلك، هي لم توقع، وهذا جيد يعني موقف يعني تشكر عليه حتى الآن، لكن توقعها أو عدم توقعها ليس المشكلة، لأن الأغلبية الآن وقعت على اتفاقيات عن تيبي، والاتفاقية الآن اتخذت موقف في مواجهة مصر. طيب على ذكر الكونغو، كان في طرح مؤخرا أثير عن ربط نهر النيل بنهر الكونغو، إيه خلفية الطرح ده، ويعني حقيقة أنه هل هو شيء جديد هيحل الأزمة وتطور وانفراجة، ولا زي ما قيل أنه دي فكرة موجودة من عهد عبد الناصر؟ لا، فكرة ربط نهر الكونغو فكرة موجودة من سنة 1903، عشان بس المشاهد الكريم يعني يتابعنا باختصار، من 1903، ولكن طرحت بشكل جدي جدا في فترة وجود العقيد معمر القذافي أثناء توليه رئاسة الاتحاد الإفريقي، وكان هو معلوم تماما أنه يدعي أنه ملك ملوك أفريقيا وزعيم زعمائها وغير ذلك،
وطرح هذا المشروع على الاتحاد الافريقي وعلى دول المنابع، لكن تم رفض هذا المشروع، لان هذا المشروع يعني ربما تكون فكره، ربما يكون وجهه نظر، لكن هو تنفيذه يعني صعب. في منتهى الصعوبه. وطبعا احنا يعني لما بنقول تنفيذه صعب لأسباب علمية وأسباب مائية وأسباب سياسية وأسباب مالية وأسباب كثيرة جدا يعني. لكن صعوبة تنفيذه هل بتفند الجدوى منه؟ يعني لو فرضنا جدلا أنه أزيلت الصعوبات وتم الربط بين النهرين، هل ده بقى يتجاوز مصر تتجاوز مسألة سد النهضة ولا لا يعود مؤثرا عليها؟ يعني احنا هنتكلم في الموضوع يعني على النحو الآتي عشان نتكلم بشكل علمي. وهنا في الحقيقة أدعو يعني الشعب المصري أن يتفهم علميا هذه المشكلة. أولا نحن نتفهم أن ينزعج الشعب المصري لنقص إيراد نهر النيل، هذه مشكلة. وأحيانا عندما تنقطع المياه في المنازل أحيانا يتصور الناس أن سد النهضة بدأ يعمل وأن المياه قد انقطعت نتيجة لإنشاء أثيوبيا سد النهضة. لا، هذا كلام في الحقيقة ما هوش واقعي. فبالتالي المصري مستعد لأن يستمع إلى من يمكن أن ينقذه من هذه المشكلة، لكن هو من؟ المسألة تدخل في عداد التخصص. ومن ثم عندما يتحدث المتخصصين في هذا المعنى في هذا الموضوع أجمعوا جميعهم على أن هذا المشروع هو مشروع افتراضي ويمثل حلم صعب التحقيق. بالأمس الدكتور محمود أبو زيد في أحد الندوات قال أن هذا المشروع يمثل له أن هناك سري اشترى قطعة على المريخ أرض وأعلن أنه لمن يرغب في الاستثمار على المريخ أن يشارك معه، وهناك مشاركون لهذا الحلم أو لحلم إنشاء يعني منزل على سطح المريخ. هذا هو التفسير الذي أترجمه الآتي. يعني عندما ننشئ سد على نهر، عندما نستجلب مياه من نهر الكونغو من حوض نهر الكونغو وهو حوض ضخم جدا ونهر عنيف جدا وشرس جدا ويحمل كميات ضخمة، ويمكن أن يعلم السادة المشاهدين أن معدل تدفقه 40,000 لتر متر مكعب في الثانية. ما مقداره؟ لأن طبيعة الأرض منحدرة جدا شديدة الانحدار جدا وبتنحدر ناحية الغرب ناحية المحيط الأطلسي. وهو يشترك في مع نهر النيل في منطقة المنابع اللي بنسميها منطقة خط تقسيم المياه. لكن مياهه تنصرف غربا في اتجاه الانحدار، ومياه نهر النيل تنصرف شمالا في من أثيوبيا في أو الهضبة الاستوائية في اتجاه الشمال إلى البحر المتوسط عبر جنوب السودان والسودان ومصر. إذا الاتجاهين مختلفين والأحوال الأسهل هو والحوضين مختلفين تماما. البعض يقول أنه ليس نهر دولي، لا هو نهر تشترك فيه 10 دول ولها قواعد، وبافتراض أنه تم تجاوز هذا وتم التحرك لنقل المياه بصرف النظر عن قواعد نقل المياه من حوض إلى حوض، هذا يقتضي أن ننشئ سدود في أثيوبيا، آسف سدود في الكونغو حتى نحتفظ بالمياه في بحيرات. ثم هذه البحيرات الضخمة اللي هتجمع 120 مليار متر مكعب، 120 مليار يعني ضعف تقريبا أو أكثر من ضعف كمية المياه في نهر التدفق السنوي نهر النيل، 120 مليار، عشان نبدأ نضخها من هذه البحيرات من الأمام السدود، ندفعها بمضخات ضخمة جدا قدروها بخمسة مضخات لا نعرف كيف تم تقديرها على هذا النحو، ثم بعد ذلك تدفع وترفع من 250 متر، وهذه طاقة رفع ضخمة جدا تحتاج إلى طاقة كهربائية ضخمة جدا، يعني فنيا يكاد يكون مستحيل. ثم بعد ذلك أكمل إذا أذنتي، يدفع من خلال نفق في صخور الجرانيت اللي هي بتمثل اختراق لمنطقة التدفق المياه لمنطقة تقسيم المياه. ثم بعد ذلك تأتي إلى جنوب السودان على النيل الأبيض الذي لا يسع أكثر من 12 مليار متر مكعب، بتضعي وعاء، إذا تصوري وعاء به 10 لتر ما تضعه في كوب، المسألة إذا حتغرق جنوب السودان. قال لك لا، حنحلها، حنجيب فرعين لنهر النيل، واحد شرقي واحد غربي عشان نوديها الصحراء الغربية والصحراء الشرقية. كل ده حيتم في 30 شهر. المؤسف أنهم يضعون هذه المواعيد وهذه الأجندة على أن هناك موافقة من بعض الشخصيات التي نحبها على الإطلاق، ونتمنى أن تحكم مصر السيد المشير السيسي. وأنا أربأ بأن يكون ذلك يعني هو الموضوع، لأنهم يدعون تماما بأنهم مدعومين، وهناك هو يعني سيد المشير تفضل بلقائهم، شأن من يود أن يستمع إلى أي مقترح مصري يفيد مصر. أكيد بيقابل ناس كتير، نعم، لكن ليس معنى ذلك هو الموافقة كما يدعون. المسألة برضو أنا بقول هم قالوا ده جزء من البرنامج الرئاسي. نعم، أنا لا يبقى هيبقى مشكلة،
لان كان هناك برنامج ال100 يوم بتاع الرئيس مرسي ولم يتم تنفيذه. دي حاجات في وسائل الاعلام طبعا مش عارفه مدى صحتها. احنا بالتاكيد نتحرك نحو ضرر المخلصين في هذا الوطن. تمام. الباحثين الذين يدعون انهم باحثين. طيب. يعني ملناش، انا لي رجاء ان وسائل الاعلام تتحرى الدقه في من يتحاور في موضوع. لابد ان يكون هناك سي في، من يعمل في ماذا ومن يتكمل في ماذا. لان عندما ارى ان غير المتخصصين يطرحون هذا الموضوع بل ويهددون كل من يخالفهم الراي بشكل واضح وعلني بانهم خونة وانهم عملاء وانهم مارقين وانهم سيلاحقونهم قضائيا وان هناك ما يسمى الطابور الخامس، اشياء كثيره جدا. انا اربأ بالمجتمع المصري ان يتقبل ذلك بهذا الاسلوب الغير علمي والغير منطقي. طيب يعني ملناش غير اثيوبيا والتفاهم معها دلوقتي. اثيوبيا على مستوى الدعايه ليس فقط اثيوبيا، حتى نكون واضحين، ليس امامنا الا دول حوض نهر النيل. نعم، بدليل ان السيد رئيس السيد وزير الخارجيه يزور الان بيزور هذه الدول. طيب على مستوى الدعايه للخارج مصر، يعني دايما ويمكن حضرتك توافق على ذلك، الاتهام هو ان مصر تقاعست كثيرا عن شرح موقفها للعالم، بحيث ان دلوقتي المجتمع الدولي يتبنى الموقف الاثيوبي اللي بيقول، وده يمكن لو مش صحيح حضرتك تصححه، ان اثيوبيا بتقول احنا لا نحصل الا على 30% فقط من حاجاتنا المائيه. هل ده صحيح؟ يعني هذه مغالطة، لأن المسألة تتعلق بكمية مياه ضخمة بتسقط على أثيوبيا بتصل إلى 590 مليار متر مكعب سنويا. أثيوبيا فيها 12 حوض نهر سطحي، 30% فقط من أثيوبيا هو الذي يدخل في نطاق حوض نهر النيل، ومن هنا ربما جاءت كلمة 30%. لكن باقي أثيوبيا لا يدخل في نطاق هذا الحوض. أثيوبيا أيضا فيها 9 أحواض مياه جوفية تحمل مياه. أثيوبيا يسقط عليها كل هذا المطر، ال 530 ال 590 مليار كما ذكرنا، يتدفق منهم على سطح الارض اللي هم ال 50 مليار من او 48 ل 50 مليار من حوض نهر النيل الازرق، 12 مليار من نهر الصبات و12 مليار من نهر عدبره. هذا ما يتدفق في اتجاه مصر والسودان، وهو ما محصلته زائد 12 مليار متر مكعب بتأدين الهضبه الاستوائيه، مجموع 84 مليار. بتتقاسم مصر 55.5 والسودان 18.5 بموجب اتفاقية سنة 1959، وعشرة مليارات بيذهبوا في البخار من بحيرة السد العالي. مسألة مصر تستحوذ إذن على 55.5 مليار من 590 مليار من الأمطار، هي لا تعادل أكثر من 3% وربما أقل. ماذا يسقط على أثيوبيا؟ تسقط، أنا دائما بقول إن أثيوبيا بتدعي أن احنا هي تتحدث عن المياه الزرقاء اللي هي المياه الجارية في النهر، لكن هناك المياه الخضراء والمياه الرمادية وغير ذلك من أنواع المياه اللي نقصد بها الأمطار على وجه التحديد بالمياه الخضراء. نعم، والمياه الخضراء، هذه المياه الخضراء اللي بتستخدمها أثيوبيا، بنقول أن قطعان الماشية في أثيوبيا تستهلك 3 أضعاف ما يستهلكه الشعب المصري من مياه كله. حتى إن هناك مغالطة، لكن أثيوبيا بتفكرني تماما بما تدعي إسرائيل بأنها مظلومة في المنطقة العربية وأن العرب سيدمرونها. هكذا الآن تسير النغمة، أن مصر سوف تحارب أثيوبيا وأن مصر تستعد لضرب سد النهضة. هذا كلام هراء في الحقيقة، لا يحدث ولن يحدث. والمنطق هو أن أثيوبيا التي تتعمد وتتعنت في استخدام حقها في إنشاء هذا السد دون حقوق الآخرين. طيب. لأن السد فعلا بيهدد أمن الماء، الأمن الشعب المصري وسلامته وحياته. يعني حضرتك بتستبعد مسألة الضربة عسكرية؟ قطعا قطعا. طب ده بيبقي إيه من أوراق الضغط في جعبة الجانب المصري؟ مثلا التدويل دلوقتي عرفنا أنه تجاوز الزمن، لأنه التدويل لما بيكونش غير بتراضي الأطراف. لا، ده التحكيم قصدك، التدويل هو القضية عن طريق التحكيم. نعم، التحكيم لابد أن يوافق الطرفين. التدويل هو أن تكون قضية مثلاً دولية. نعم، قضية دولية على 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 يشارك فيها المجتمع الدولي. لكن ما يتم الآن من ما نسميه التصعيد الدولي، التحرك الدولي مع الاتحاد السوفي مع روسيا، التحرك الآن مع دول حوض نهر المنابع، وهذا أولى من خلال السيد وزير الخارجية. هذا التصعيد الدولي. تمام، احنا هنتكلم على التصعيد الدولي من خلال الجهود الدبلوماسية والطرق الأخرى، ولكن دبلوماسيا وجولة وزير الخارجية معنا دلوقتي سفير بدر عبد العاطي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية عشان يكلمنا أكثر على ما تم حتى الآن في جولة الوزير. أهلا بك سيادة السفير. أهلا بحضرتك. أهلا بك. إيه اللي تم إلى الآن في جولة السيد نبيل فهمي في أفريقيا؟
دي طبعا جولة الخامسة لوزيرة الخارجية في أفريقيا، سهل لها بزيارة تنزانيا. أجرى وزير الخارجية مقابلات هامة مع رئيس تنزانيا ومحادثات مكثفة مع وزير خارجيتها، بالإضافة إلى المشاركة في بعض الفعاليات للممثلين من القطاع الخاص المصري والتنزاني. طبعا موضوع مياه النيل والعلاقات الثنائية واستئناف مصر لمشاركتها في أنشطة الاتحاد الأفريقي كانت على رأس الموضوعات اللي بحثها وزير الخارجية في دار السلام. المباحثات في مجملها كانت ناجحة، كان في تفاهم من الجانب التنزاني للحقوق المائية المصرية وأهمية عدم الإضرار بهذه الحقوق. احنا تابعنا ساعتها طبعا اللي حصل وحيدا. يعني سيادة السفير، لأن معايا الدكتور مغاوري شحاتة، وكنا قبل دقائق فقط بنحلل في التصريحات اللي صدرت من الجانب التنزاني أثناء زيارة وزير الخارجية، ويعني وكأن نوع من المجاملات الدبلوماسية أن احنا بنتفهم حاجة مصر للمياه وما إلى ذلك. ولا حضرتك عندك نتيجة أكثر يعني دقة، نتيجة ملموسة للزيارة دي؟ لا، هذه ليست مؤامرة دبلوماسية. حينما يتحدث رئيس تنزانيا عن وجود مبادئ ثابتة تحكم استخدام مياه الأنهار الدولية، وأحد هذه المبادئ الأساسية هو عدم الإضرار بمصالح أي طرف وضرورة الإخطار المسبق قبل إنشاء أي مشروعات كبرى قد تؤثر على صحة على حصص الدول المصاب، هذه تصريحات بالغة الأهمية بالغة الدلالة. ولكن هل تنزانيا يعني هتطلع من اتفاقية عن تيبي مثلا؟ هي موقعة على اتفاقية عن تيبي التي تضر بشكل مباشر بمصالح مصر. الأمور لا يتم تناولها بهذا الشكل. احنا بنبني توافق بالآراء، حينما يعني إذا كان قبل ذلك كان دول المنابع في منطقة حوض النيل تتخذ موقف موحد فيما يتعلق باتفاقية عن تيبي، الآن حينما يحدث تفهم أكثر من جانب عدد من دول المنابع، هذا في حد ذاته يمثل إنجاز. طيب سيادة السفير الدكتور مغاوري شحاتة عايز يوجه لك أيضا يشترك في الحوار ونشركه معنا، تفضل يا دكتور. أولا مبروك سيادة السفير أولا. ثانيا احنا يعني بنقدر ونسمن تماما مجهودات السيد السفير نبيل فهمي وزير الخارجية على ما يقوم به من مجهود ضخم جدا، وعلى هذه الجولة في منطقة دول المنابع في الهضبة الاستوائية. وهذا الحل في منطقة الهضبة الاستوائية ربما يكون ايسر بكثير جدا من الحلول على الهضبة الاثيوبية. ربما المشروعات المائية في تنزانيا والمشروعات المائية في الكونغو بحجم وقدر مساهمتهم في الإيراد النهري في الحقيقة لا تمثل ضرر كبير جدا بالفعل، لكن الضرر هو أن هذه أن تنزانيا هي وقعت بالفعل على اتفاقيات عن تيبي. نحن لا نطالب الآن أن تسحب تنزانيا طبعا توقيعها على اتفاقيات عن تيبي، لكن هل يمكن أن يكون هناك احتمال لمراجعة هذه الاتفاقية وإضافة بنود جديدة للتعاون وعمل اتفاقية موازية لهذه الاتفاقية؟ لأن سيادتك أول من يعلم أنها تنسخ حقوق مصر التاريخية ولا تعترف بالإخطار المسبق وغير ذلك. ربما يكون ذلك يعني عمل جيد إن شاء الله وتكون نتيجة طيبة إذا ما تم. اتفضل. أنا بشكر حضرتك يا دكتور على تعقيب حضرتك وكلام حضرتك في محله، إنما حضرتك طبعا أدرى مننا خبير مائي إن هذه عملية تراكمية، مسألة مياه النيل والأزمة الحالية التي تواجهها دول مبادرة حوض النيل لن تحل يعني في يوم وليلة. مشروع سد النهضة لن يتم تسوية الخلافات بشأنه في يوم وليلة، إنما في جهد متواصل، العملية تأخذ قدر من الوقت. المهم الآن نحن بنعود مرة أخرى إلى القارة الإفريقية، إلى منطقة حوض النيل، إن يكون في تفاهم من جانب دول المنابع التي كانت تتخذ موقف موحد ضد مصر. هذا في حد ذاته يمثل إنجاز، يمثل تطور إيجابي في حد ذاته، وعلينا إن احنا نبني عليه. احنا عندنا موقف الكونغو الديمقراطية موقف قوي وإيجابي، عندنا الآن تنزانيا في تحرك في مواقف رواندا وبوروندي،
يظل الموقف الاثيوبي هو الاكثر يعني تعنتا وتشددا، واحنا بنتحرك معاه لاكثر من مستوى، بنتحرك على المستوى الثنائي مع اثيوبيا، بيجي يتحرك على مستوى دول حدود النيل عشان نشرح حقيقه هامه جدا، لان في لبس في المعلومات، الناس متخيله هنا ان مصر بترفض حق فعلا في ازمه في الدعايه سواء في الجانب المصري او في تعنت ومبالغه وعدم انصاف في الجانب الاثيوبي. سياده السفير، ده مش منفصل عن موضوع الاتحاد الافريقي ومكان مصر فيه، وده يعني موضوع قريب جدا. هل في اخبار جيده ممكن هنسمعها قريب عن الرجوع عن قرار تجميد النشاط المصري في الاتحاد بعد زياره طبعا مبعوث الرئيس الجنوب الافريقي النهارده؟ بدون تحديد مواعيد، انما في تفاهم اكثر دلوقتي، اصبح في عدد كبير من دول الاتحاد الافريقي بتختلف تماما في الموقف مع الاتحاد الافريقي كمؤسسه اقليميه الان يعني. وهذا الكلام ذكر بشكل واضح جدا من القاده الافارقه خيرهم بالامس رئيس تنزانيا، اللي ذكر ان الاتحاد الافريقي يخسر كثيرا من استمرار غياب مصر عن انشطه الاتحاد، ففي تفاهم اكثر. احنا يعني بنمضي في ثقه بالنفس، وانا اعتقد يعني ان يعني لحظه الحسم قد يعني اقتربت شديدا. طيب جميل جدا. وفي تعقيب في تعقيب على كلام حضرتك من الدكتور مغاوري، اتفضل. شكرا شكرا سيادة السفير على هذه المجهودات طبعا، وبنأكد على الشكر. لكن يعني احنا بنقول ربما تحركنا بقى على المستوى الدولي تتم لهذا الاعلان، لابد ان نوضح لدول حوض نهر النيل يعني واكد ان هذه جزء من مهمتكم، ان مصر فعلا لا تستحوذ على الحصه على النصيب الاكبر من مياه نهر النيل. ما ياتينا من الهضبه الاستوائيه فقط لا يعز اكثر من 12 مليار متر مكعب عبر النيل الابيض وبحر الجبل ومنطقه الهضبه الاستوائيه. ربما مشروعات مشتركه مائيه مع هذه الدول، مع اوغندا، مع تنزانيا، مع بوروندي، مع رواندا، كل هذه المناطق في المنابع في الحقيقه، وحلحله مواقف هذه الدول على هذا النحو بالمنطق وبالاقناع العلمي. وهي هذه الدول مهمه جدا، لابد ان يكون له مردود. ونتمنى يعني كلام حضرتك سليم وفي محله، لذلك يعني في التحرك لا يقتصر على المستوى الثنائي بل ايضا على المستوى الاقليمي والدولي. ما فيش مقابله عملها وزير الخارجيه في الست شهور اللي فاتوا الا وكان موضوع مشروع سد النهضه وموضوع الامن المائي المصري في المقدمه وفي الاولويه. سياده السفير، يعني الناس هل في استثمارات عربيه؟ يعني اتفضل حضرتك بس عشان الوقت، فعايز اسال على الدول العربيه كمان. معلش بس في الفكره لازم توصل، بس لازم اتفضل يا فندم. في مشكله حقيقيه موجوده على المستوى الدولي وعلى المستوى الافريقي، ان في الناس متخيله ان مصر بتعترض على ان هذه الدول تستفيد من مواردها الطبيعيه، وده اللي بيروج له الجانب الاثيوبي، وهذا خطا جسيم جدا. تمام. واحنا بنحاول نصححه ونجحنا بالفعل، يعني ان ناس كثيره ودول كثيره لا تدرك ان 95% من احتياجاتنا المائيه بنحصل عليها من مياه النيل، بعكس هذه الدول دول حوض النيل اللي هي احتياجاتها المائيه لا يعني لا تخدم من مياه النيل لا تتجاوز 5% اقل كثيرا من احتياجات السنويه. طيب الدول العربيه ربما سياده السفير يكون الدول العربيه مؤتمر دولي او مؤتمر يضم كل دول المنابع وبعض الاطراف الدوليه، مؤتمر علمي ومؤتمر يعني له اهميته الخاصه برعايه السيد وزير الخارجيه والسيد وزير الموارد المائيه والري وبعض العناصر في القاهره، يدعى اليه كل هذه الاطراف لمناقشه هذه القضيه علميا بالارقام وبالبيانات وبالمستندات، لنوضح مدى ما تعانيه مصر من فقر مائي ومدى ما تعانيه من ظروف. طيب نسمع اجابه السفير عشان الوقت. تفضل السفير. تفضل. كلام حضرتك سليم، وبدون الدخول في تفاصيل، هناك بعض الافكار التي طرحت بالفعل خاصه من جانب رئيس تنزانيا، وان هو وعد ان هو شخصيا هيتحرك مع عدد من القاده الافارقه في دول المنبع في حوض النيل لبناء توافق داخلي
وبما يؤدي في النهاية إلى عدم الإقرار بالمصالح المصرية وفقا للطرح اللي طرحه وزير الخارجية. وزير الخارجية قال لا نمانع على الإطلاق في بناء السدود وفي استفادة الدول الأفريقية من مواردها الطبيعية، ولكن على أساس لا تتأثر المصلحة المصرية. شكرا لك سيادة السفير بدر عبد العاطي المتحدث باسم الخارجية. دكتور مغاوري، أنا كنت عايز أسأل على الدور العربي بس الوقت ما أسعفناش، لأنه بيقال أنه الاستثمارات العربية موجودة وأن شركة مساهمة صينية هي اللي بتشرف على إنشاء السد. لا، هي الشركة اللي بتشرف على إنشاء السد هي شركة إيطالية اسمها شركة ساليني، لكن شركة ساليني بتشرف على 3 مشروعات سدود في حوض نهر النيل الأزرق وحوض نهر العطبرة. طيب. لكن الصين بتشرف، أو شركات صينية اسمها الصينو هيدرو أجرو كوربوريشن بتشرف على إنشاء سدود أخرى في مناطق متعددة من أثيوبيا. لكن مش سد النهضة. طيب، في استثمارات عربية في استثمارات عربية طبعا، وفي مساحات كبيرة المفروض الاستثمار الزراعي بنظام التعاقد الزراعي. لكن أيضا يمكن إن شاء الله المؤكد أن في المخطط هو إيه هي الاستثمارات العربية؟ استثمارات زراعية، استثمارات في مجالات كثيرة جدا، يعني؟ في إنشاء الطرق، في إنشاء مستشفيات، وفي المجالات الصحية وغير ذلك من الاستثمارات. لكن ربما أهم الاستثمارات المستهلكة للمياه هي الاستثمارات في التعاقدات على الزراعة المشتركة، بيسموها الزراعة التعاقدية، لإنتاج الغذاء ونقله إلى دول الخليج. مشروعات كثيرة بتقوم بها. لا، في سد النهضة نفسه. لا، سد النهضة حتى الآن ما يقال، وده ربما إلى حد ما بنسبة 90% أنه لتوليد الطاقة الكهربائية، وصعب رفع المياه في المناطق المجاورة له عشان يستخدم في الزراعة. يعني لم يعلن عن الآن أن سد النهضة للنشاط الزراعي، ولكن لتوليد الكهرباء. لكن طبقا لمنظومة تشغيل وطبقا لمنظومة ميل حتى الآن لم يتفق عليه وغير واضحة، ونؤكد أنه لا مبرر على الإطلاق لأن تقوم أثيوبيا بإنشاء هذا السد بهذا الارتفاع في هذه المنطقة بهذه الشروط وبهذه الظروف لما فيه من مخاطر حتى على أثيوبيا ذاتها. ولا بد أن تستجيب لمقترحات المصرية والفنية وتقرير لجنة الثلاثية لتعديل هذا السد. طيب. ويعني القبول بالسدود الصغيرة كمصدر لتوليد الطاقة الكهربائية. أنا كنت بسأل قبل قليل عن الأوراق دلوقتي، أوراق الضغط مع مصر إيه؟ أنا أقول لحضرتك، مصر دولة لها وضعها الاستراتيجي في قلب العالم، لديها قناة السويس، نحن لا نهدد بها، ولكن لديها قناة السويس، لديها باب المندب، لديها وضع دولي متميز. عندما يكون هناك شعب معرض لخطر الهلاك فلا بد أن يستخدم أوراقه، ولكن لم يرد منها على الإطلاق. أنا أتعجب أن يقول الرئيس السوداني أن أثيوبيا ولدت لتبقى وأن هناك استنفار للجيش الأثيوبي وغير ذلك من لا شيء. لم يحدث على الإطلاق أن هددت مصر باستخدام القوة العسكرية ولن تفعلها. العالم الآن لا يستطيع أن يتقبل هذا الفكر الآن. يعني سنزيد أعداءنا أعداء. نحن نحاول أن نتحدث مع العالم بمنطق علمي بأننا دولة في مجاعة مائية وفي طريقة إلى فقر مدقع في المياه. فهل يمكن أن والعالم كله يعترف بأنه لا مجال للخطر ولا مجال لأن يكون هناك ضرر؟ تمام. طب مصر، يعني التحركات المصرية داخل مصر، هل الهيئات السيادية المعنية وهي كتير في مصر، نعم، في بينها تنسيق، في بينها تناغم، ولا جزر منعزلة؟ لا، احنا ما نقدرش نقول كده، لان هذا الملف في الحقيقه يعني هو ليس ملفا ملك وزاره الموارد المائيه والري او وزاره الخارجيه او الجهات السياديه كما نقول، اللي هي الاجهزه السياديه الاستخباراتيه وغير ذلك. هو ملف لكل هذه المجموعات، والمؤكد ان فيه الهيئه العليا لمياه نهر النيل بيرأسها السيد رئيس الوزراء. لكن ربما يكون حجم الخطر لم يكن مدركا لدى هذه الهيئة على وجه التحديد بحيث يتم التحرك. نرى أن السيد الوزير نبيل فهمي من ثاني يوم تولى ملف موقعت وزير الخارجية، صحيح، بدأ يتحرك في هذا الملف على وجه التحديد، مش بنفس المستوى يستمر. كان نعم. السيد وزير الموارد المائية بقدر طاقته، نحن الآن في ميراث تراكمي كما ذكر السيد السفير بدر عبد العاطي، ميراث تراكمي، هناك موافقات مبدئية على إنشاء سدود. طيب. هناك شكرا. حوار حول اتفاقية عن تيبي. تمام. هناك أشياء موروثة وهتاخد وقت عشان حلها. شكرا إن شاء الله. ليك الدكتور مغاوري شحاتة، إلا مشروع نهر الكونغو. شكرا. أستاذ مصادر المياه في جامعة المنوفية، وشكرا لكم مشاهدينا على المتابعة. في السابعة زميلي شريف بركات في جولة إخبارية جديدة على الحياة 2. إلى اللقاء.